يعتبر نهر النيل هبة مصر وشريان الحياة للمصريين، وهو مصدر رزق لكتير من الصيادين. هنا بيجي دور الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية كواحدة من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوعية الصيادين في قرية التل بمحافظة بني سويف عن أهمية الحفاظ على نظافة نهر النيل عن طريق ندوة عن حماية نهر النيل من الملوثات البيئية والاستفادة من مخلفات الصيد وإعادة تدويرها. احنا بنخلي الصياد خلال ان هو عملية الصيد بتاعته وكده بيكون معاه مخلفات وحاجات بتطلع من الشباك بتاعته، احنا بنستخدم المخلفات دي في ان احنا بناخدها منه ونعيد تدويرها، وكمان بندخله دخل ليه يزيد من دخله الاقتصادي يعني. من خلال جمعيات شريكة بيتم التواصل مع الصيادين دول، ده مش اول المشاريع تكون بتتم مع الصيادين، فاحنا عندنا قاعدة من الصيادين مكثفة يعني بنعرف نوصل للصيادين، وخصوصا الصيادين اللي محتاجة لزيادة الدخل مش الصيادين الكبار يعني التجار الكبار. المبادرة بتساهم في توعية الصيادين عن أهمية نظافة نهر النيل من المخلفات وتحقيق عائد مادي ليهم ومناقشتهم وتوعيتهم عن مسببات تلوث نهر النيل، الأمر اللي اعتبروه الصيادين مفيد ليهم من الناحية المادية والبيئية. الهيئة مشكورة والتحالف الوطني النهاردة يعني بصراحة عمل حاجة كبيرة، الندوة النهاردة عظيمة لينا واجتمع فيها صيادين كتير، جاي يقدم مبادرة جميلة وحاجة جديدة يعني إن إزالة المخلفات اللي موجودة في نهر النيل وإزاي نستفاد منها كصيادين إحنا. فطبعا إحنا هنرفع المخلفات دي هنستفاد منها، هنبيعها للشركة الداعمة للندوة، وطبعا مشكورين يعني هيدونا يعني اجر وعائد كويس جدا. والله احنا يفرق معانا لان احنا ناس عايشين في النيل على طول، فيفرق معانا لان احنا لحد الوقت ممكن الواحد يكون شغال في النيل ومش جايب ميه يشربها، فبنشرب من النيل بنعمل شاي من النيل، فاحنا عايزين نحافظ عليه يبقى نظيف. ايوه بالنسبه للصياد وبالنسبه للمجتمع ككل فكره مهمه. هو الفكره في تنظيف البحر اصلا هي فكره جميله، فهي صحة للصياد ونظافة لنهر النيل يعني. المبادرة اللي بتقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف هي واحدة ضمن كتير من الخدمات اللي بتتقدم للمجتمع بهدف تنمية المواطنين في جميع النواحي وتحقيق تنمية مستدامة ومتماشية مع خطة الدولة لتنمية المجتمع.